وبمساحتنا الجديدة وضمن مساحتنا الطبية اليوم رح نحكي عن حالة شائعة كتير بين الناس، الكولون العصبي. هذا اللي بيرافق الشخص لسنوات وبيرافق انتفاخ بالبطن، وبنسمع فيه عن ناس كتير ودائما بيقولوا لك النفسية متعلقة بهي الحالة. خليك ريلاكس وخليك مريح حالك، خليك ريلاكس يا نور. حلوة إذا بتحلوة. يعني هو أساسا هيدا المرض، هو أساسا إذا عندك ستريس وضغط، والكل هلا عم يمر بضغوطات مادية اقتصادية، ظروف معيشية قاسية، وهلأ عم نشوف مرض العصر. يعني هو صار مرض العصر، أي حدا بتلاقي كولونه متشنج أو تعبان، صعب كتير يمكن تضبطيه، بس نحن عم نحاول نركز على بعض النقاط إنه نسهل على الناس شوي. عم نحاول نحلها اليوم فينا. أكيد. أكيد ضمن مساحتنا اليوم رح نحكي عن الكولون العصبي، شو هي أهم أعراضه وكيف نحن قادرين نتجنبه، مع ضيفتنا لليوم الصيدلانية رشا موسى. يسعد صباحك رشا. يسعد صباحك رشا. يسعد صباحك نور، وصباح الأخبارية السورية يا رب. رشا جميلة، يسعد صباحك. خلينا أول شيء نعرف الكولون العصبي شو هو هيدا المرض، يعني نحن صرنا نسميه اليوم مرض العصر. أي حدا اليوم بتقولي له شو هو عم يصير معك أو شو عم يجعك بيقول لك معي كولون للأسف. صح، مرض الكولون العصبي منتشر بشكل كتير كبير. هلأ مرض الكولون العصبي أو نفسه بنسميه متلازمة الأمعاء الهيوجة IBS. صحيح. هو مرض منتشر بيصيب واحد من بين كل خمس أشخاص، وهو شائع عند النساء للأسف أكثر. لأنه يعني سبعين ستريس أكثر. صحيح. مسؤولية أكبر. صحيح. يعني 70% إنه بتنصاب فيه النساء أكثر من الرجال، يعني نسبة النساء المصابين 70% من كل المرض. فهو كتير منتشر. هلا نحن ما فينا نشخص الكولون العصبي الا لحتى نكون عاملين تحاليل دمويه وتحليل بول وبراز، كل شيء سليم هون نحن ساعتها بنلجا عند طبيب هضميه وبنشوف اذا في عندنا كولون عصبي او لا. يعني هو مثل ما قلت لك، ما انه يعني اذا طلع معنا مثلا اي تحاليل ثانيه في عطل باي تحليل هون ما بيكون عندنا كولون عصبي. فهيدا هلا هذا هو الكولون العصبي. سبب الكولون العصبي حاليا ما في اسباب واضحه، وما في سبب واضح وصريح انه شو هذا الكولون العصبي. صحيح. ولكن انه يعني في عالم، يعني في طبعا حسب ما نوجد الدراسات انه بعض الاطعمه هي بتهيج الكولون العصبي او العامل النفسي مثل ما قلتي. العامل النفسي العصبي، توتر، ستريس، ضغط، هذا كله بيعمل كولون عصبي. هل ذكرتي النسبه رشا؟ ابدا ما انا قليله، يعني لما بنحكي بنسبه كبيره وشائعه، يعني وخاصه زادت بهذا الوقت. يعني ذكرنا الأسباب وقلنا ما في اليوم سبب رئيسي لهذا الحالة، ولكن في أعراض نحن قادرين من خلالها نعرف أنه نحن تشخيص كولون عصبي، وخاصة صار يتشابه مع أعراض ثانية. يعني صحيح. هلأ بس قبل ما أقلك على الأعراض، هلأ بدي أقلك شيء عن الأطعمة. أنه مرض الكولون العصبي أنه أنت ما عندك ليستة أطعمة ممنوعة، انت كل شخص هو مثلا بيتحسس او بيصيبه بيتهيج عنده الاعراض عن طريق اكلات معينه. يعني مثلا في عالم من الخيار، في عالم لا مثلا عادي ما بتاثر. فهون كل شخص هو بده يحدد القائمه تبعه الخاصه فيه. ولكن في خطوط عريضه، يعني مثلا مثل مشتقات الاجبان والالبان، مثل اللحمه، مثل البقوليات، هي كلياتها يعني بتزيد بشكل عام تعملنا نفخه والام. هلا من اعراضه طبعا من الم بطني. الالم البطني كيف نحن بدنا نميزه عن التشنج العادي؟ يعني انا كنت اعرف هذا الالم كولون او لا، بيصيبنا مره واحده على الاقل بالاسبوع، فهو مزمن. هو لانه المرض مزمن، يعني اذا انا كل هي الكولون لما نقول الم بطني مع انتفاخ براس البطن، لانه نحن بنعرف انه مثلا ممكن يكون الم معدي، الناس ما بتعرف تفصل صح. تمام. هو الالم تحديدا بالبطن وين بيجي مع انتفاخ اذا بدنا نقول؟ تمام. هلا هو بيجي من منتصف البطن للاسفل، ما بيكون من فوق، فوق نحن صرنا بالمعده. تماما. نحن تماما تماما. صحيح. لا نحن هون كولون لانه تحت المعده. فهو من منتصف البطن للاسفل. طبعا هذا الالم ببلش يزول عند الدخول للحمام، يعني بس المريض بيفوت على الحمام بتلاقيه كل شوي قاعد بالحمام انه مشان يرتاح يخفف الضغط اللي عليه. كمان في عندنا اسهالات او امساك. اما اسهال او امساك او اثنين يعني متناوبين، يعني ساعه اسهال ساعه امساك، بالاضافه للانتفاخات البطنيه والمعديه والغازات. فهي اعراضه الهضميه اللي معتاده، ما في غيرها. طيب رشا، خلينا نحكي، في ناس بيكون عندهم مزمن اكثر من ناس، يعني في ناس بتقلك انه انا عندي اياه شديد، في ناس لا. هون خلينا نفوت على النظام الغذائي قديش بيلعب دور بتهيج الكولون، لانه مثل ما قلتي ما في سبب رئيسي. لما نقول كولون عصبي هو نظام غذائي وحاله نفسية مشتركة. النظام الغذائي قلتي كل شخص له نظام غذائي معين، يعني بس في مثلا مستضيف دكاترة كتير بيقولوا لك اعملي حمية عن المقالي، اعملي حمية عن البهارات، اعملي حمية عن اللحوم الحمراء، يعني كمان قاسي شوي على الشخص يمكن نوعا ما.
صحيح، لان احنا عم نستبدل احيانا اللحوم بالدجاج او السمك، اللحوم شوي صعب هضمها بس بنستبدلها، بس مو انه ننهي اللحمه نهائي لا، يعني بنمرق شوي. اهم شيء ناكل وجبات، يعني هلا بكل مرض حتى مثلا بالحرقه باي شيء، كل ما احكي بقول انه لازم دائما الواحد ياكل، ما فينا نلغي، تمام، نخفف وناكل دائما وجبات كثيره وقليله. يعني اهم شيء كمان حتى الكولوم ما بيصير نفاجئه تماما بهضمه، اوكي تماما، يعني نفاجئه بوجبه كثير كبيره لا، نحن بنخفف. هلا في بعض المشروبات اللي هي مثلا بتخفف لي تهيج الكولوم، مثلا بشرب نعناع، بشرب بابونج، بشرب زنجبيل، هي كلياتها مهدئات بترخي اذا ما بدي روح للشيء الدوائي. مثل ما قلتي عالم عندهم اكثر من عالم، اللي عالم عندهم الكولون واعراضه اكثر، هون احنا بنلجا للدواء. اذا كان عندي مثلا اسهال باخذ مضادات اسهال، اذا كان عندي امساك باخذ هيدروكسيد المغنيزيوم، اذا كان عندي مثلا نفخه باخذ سيميتيكون، يعني حسب كل عرض شو عندي انا. بتلاقي كثير في ناس يمكن البقوليات بتاثر كمان بشكل كبير، البقوليات كثير بتاثر، وخاصه على الكل بتاثر، مو بس على الكولون، يعني ثقيله تماما، هي على الاشخاص العاديه بتاثر، فما بالك على مرضى الكولون، لا هم بده يضل ياخذ سيميتيكون اذا اخذ بقوليات كثير، بده يروح النفخه والتشنج. طيب رشا، تذكرتي انه نحن نستبدل، يمكن هلا صار يعني لازم تخف الحالات، صار في تخفيف لكل اللحوم ولكل هدول الاصناف الغذائيه، تخفيف طبيعي صحيح. اليوم نحن ما لنا بحاجه للدواء ابدا. طيب في حال تأزم الموضوع عند الشخص بالكولون، رحنا لموضوع الدوائي، ممكن يصل لمرحله انه هو دوائيا ما عم يستفيد شيء، بحاجه لشيء. انا بعرف اشخاص بياخذوا مهدئات كرمال ما يوصلوا للكولون، صح؟ يعني في عالم تاخذ احيانا ادويه عصبيه نفسيه كرمال يرتاح عندهم الكولون، بس حلاوته هذا المرض صح مزمن بس ابدا ما له خطير وابدا، يعني الاعراض مثل ما قلت لك اياها ما فيها تطور كثير، مزعج يعني مزعج كثير مزعج، ولكن الحمد لله الف الحمد لله انه هو ابدا ما له خطير، وحتى ما له مميت وما بيسبب اي سرطانات، يعني قد ما تطور هذا المرض الوحيد اللي ما بسبب سرطان. يعني بس خلينا نحكي عن العمر، يعني هلا مثلا الكولون ما كنا نشوفه باعمار صغيره، اليوم عم نشوفه، واحيانا السن بيلعب دور، يعني بنشوف حالات شديده باعمار مختلفه، هلا ولا ما له علاقه ممكن بيلعب دور؟ هلا حاليا بهذا الوقت الاشخاص اللي تحت ال 50 سنه لا، عم بيكون يعني كلها مرحله الشباب هن اللي عندهم كولون اكثر بكثير من الكبار، فلا هلا كثير منتشر عند الشباب. طيب بهيك اجراءات بسيطه رشا، نحن غير انه نحن نبعد عن ستريس، هي ما رح تنحل القصه، يعني نروح هيك لشغلات خلال حياتنا اليوميه، خلال عملنا، ممكن انه تخفف خاصه الاشخاص اللي هن عرضه للاصابه بهذا الحاله. تمام، فينا نحن نكتر شرب سوائل، نكتر شرب مي، ناكل الياف، سلطات، شغلات كلياتها بتهدي، نبعد عن البقوليات، نبعد مثلا عن الاكلات مثلا الموالح، القصص هي كلياتها يلي بتعمل لي نفخه، اي شيء بجسمك يعني، تمام، والاكلات الزيوت والدهون، حتى الاكلات الدسمه ما فينا نبعد عنها نهائي كمان، يعني الواحد ما بيقدر يعيش، ناكل مثلا شيء بسيط شيء فترات متقطعه، مثلا كل ساعتين يعني هيك صحن صغير لقمتين، ويقتلوا لنا دواء يعني لا خلص بندوق شوي. طيب شوي هيك شوي. طيب رشا، خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي بيقوم فيها مريض الكولون وما بينتبه لها، يعني اجراءات يمكن او حياه روتينيه يمكن بتاثر على هذا المرض بشكل اساسي. هلا مثل ما قلت لك، اذا اكل مثلا وجبات كبيره هو اكثر شيء يعني بيعتمد على الاكل والضغط النفسي، وخاصة انه عند النساء، فانت لا تتوتري كثير يعني بشكل عام، وما اذا جارتك حكت كلمة تنزعجي منها ويتحرك الكولون عندك، لا يعني نكون رايقين شوي. بتطلبي المستحيل انت بظروف مستحيلة يعني اهم شيء وظروف غير طبيعية، يعني نكون رايقين، نضل عم نشرب زهورات، نضل عم نشرب نعناع، نشرب سوائل، نحاول يعني نغمض عيوننا ونغمض يعني شوي. منيح ولا لا؟ كمان منيح طبعا. طيب لا، النعناع في كثير انا بسمع انه النعناع بيمكن يعمل تهيج باوجاع المعدة، ممكن هذا الشيء صح او غلط طبيا؟ لا بس اوجاع المعده رشا، لا هلا هو او كترته ولا ما له علاقه؟ لا لا بالعكس، هو مهدئ وكثير كثير منيح. هلا هو مهدئ لالام البطن للمقص، اما للمعده ممكن يعمل تخرشات او ممكن يعمل تهيج اذا كان الكولون كثير قوي. هو لا ما بيعمل تهيجات، بس اذا مثلا في عالم اساسا مثلا تحسس من النعنع فبيعمل عنده، بس هو بشكل عام لا ما بيعمل اي شيء، بالعكس كثير كثير بيرخي وكثير منيح. معلومات كثير مهمه اليوم رشا، ومثل ما قلتي هيك هدول القصص البسيطه اذا قدرنا هيك نتبعها بنخفف من الام الكولون، بنبعد عنه قدر الامكان، يعني احنا بنعرف الظروف وكلنا بنفس الظروف، ولكن بدنا نمشيها، بدنا نعمل حالنا مو شايفين شوي، يعني بدنا نغض نظر. اكيد بنتمنى الصحه والسلامه لكل الناس، والله يبعد كل الامراض يا رب عنهم. بختامنا نشكرك الصيدلانيه رشا موسى، دائما في نصائح ومعلومات جديده معك، شكرا كثير. وانا بدي اتشكركم واتشكر الاخباريه السوريه على الاستضافه الحلوه.
اهلا وسهلا بحضرتك. اما هلا نور مكملين.